اهلا ومرحبا بكم في حلقه خاصه وتغطيه خاصه قبيل انطلاق مباريات دور النصف النهائي والتي ستنطلق غدا، حيث سيلاقي المنتخب الفرنسي منتخب بلجيكا، ويوم الاربعاء سيلتقي المنتخب الكرواتي المنتخب الانجليزي. ومع اقتراب ساعه الحسم في اكثر المونديالات اثاره وحماسه، لابد ان نتوقف الحديث اكثر عن دور النصف نهائي. الان نرحب بزملائي في الاستوديو، ادهم حبيب الله، فراس حامد، شاهين النصار. فراس، يعني خطفناك من النشرة المسائية وبعيدا عن الأخبار نتحدث عن كأس العالم نصف النهائي غدا، لكن قبل أن يعني نتحدث عن مباريات غد، هل الكرة برأيك يعني فراس الأوروبية أقوى من الكرة الأمريكية اللاتينية؟ طالما في البداية يعني أم عدد المنتخبات الأوروبية كانت أكثر ولهذا السبب يعني في البداية بسبب خطفي من السياسة، ربما في بعض الأجوبة سوف أخلط بين السياسة والرياضة، لكن بالنسبة لهذا السؤال ربما هو السؤال الأهم، وهو نقاش دائر خاصة في القارة اللاتينية. في كأس عالم سابق وفي مسابقات سابقة كان دائما هذا السؤال، وبدأ واضحا هذه المرة، والجواب بدأ واضحا هو الانضباط. المنتخبات الأمريكا الجنوبية هناك سياسة واضحة، هي سياسة الهجوم، تسجيل أهداف، وأيضا الاعتماد على الجنوب والأمر على النجوم، والأمر كان واضحا بالمنتخب الأرجنتيني، لم يكن انضباط واضح كمنتخب. على سبيل المثال بلجيكا، فرنسا، إنجلترا ودول أوروبية أخرى، ألمانيا فشلت، لكن بالرغم من ذلك هناك منتخب ألماني كامل ومتكامل، وليس الاعتماد فقط إما على الهجوم أو على الدفاع. أمريكا اللاتينية تميزت في طوال السنوات أو عشرات السنوات بالمهارات الفردية للاعبين، ولذلك هي أساس لكرة القدم. البرازيل، الأرجنتين، مهارات كرة القدم، وكولومبيا والعديد من الدول، ولكن ما يميز أوروبا ولذلك هي تتفوق أيضا في بطولات أخرى مثل دوري أبطال أوروبا وأخرى من الكؤوس، هي الجمع أو المزج ما بين المهارات الفردية واللعب الجماعي، وهذا ما شاهدناه في هذه البطولة لدى المنتخبات الأوروبية. وباعتقادي هذا ليس عبثا أن نشاهد منتخب مثل البرازيل أن يغادر كأس العالم ومنتخب مثل بلجيكا. ربما أدهم من تعلم الدرس هو المنتخب البرازيلي، خصوصا بعد الخسارة الفادحة ألمانيا. مع ألمانيا نرى منتخب برازيلي ومدرب برازيلي يلعب بمنظومة جماعية. طب كيف يعني شاهين نستطيع أن نلخص ربع النهائي تحديدا كما ذكر فراس هنا خروج البرازيل؟ لم يكن مفاجآت باختصار شديد، لا أعتقد أنه كانت مفاجآت خروج البرازيل. البرازيل منذ بداية ربما كان المنتخب الذي يتوقع منه أكثر شيء، ولكن إذا رجعنا إلى المراحل قبل البداية وحللنا المنتخب البرازيلي، منتخبا جيد ولكن ليس بدرجات منتخبات أخرى، يفتقد للتكامل كما تحدثها فراس أيضا، ولكن من ناحية تكتيكية إذا تحدثنا عن التكتيك هناك فجوات في الدفاع بالأخص لدى منتخب البرازيل، والتي ظهرت جلية في المباراة الأخيرة أمام بلجيكا. أمام بلجيكا يعني كان أنا لا أتفق معك في هذه النقطة بالذات. منتخب بلجيكا يعني في مباراة بين البرازيل وبلجيكا، منتخب بلجيكا دعنا نقول كمنتخب بلجيكا يعني تأهل ويحق له التأهل أيضا في هذه المباراة، ولكن لو كان كاسيميرو لم يتأهل، لو كان كاسيميرو في هذه المباراة كانت الوضعية تختلف. ثانيا يعني أنا لا أتفق معك في الوضعية الدفاعية للمنتخب البرازيلي، كان هناك فريق يخرج إلى هجمات مرتدة واستطاع عن طريق السرعة أن يسجل هدف، لم تكن هناك أخطاء دفاعية قاتلة. يعني لم تكن لم نقل يعني المنتخب البلجيكي في مباراته الأخيرة مع البرازيل رأينا لعب يعني دفاعي بامتياز، دفاعي من بلجيكا، هجوم بامتياز من البرازيل ودفاع بامتياز من بلجيكا، يعني صعب الأمر كثير على البرازيل. أقوالي أنه بخطأين يعني بلحظتين سريعتين خطأ من دفاع. من سجل الهدف الأول لبلجيكا؟ سجل الهدف ذاتي ميراندا غير مقصود. صحيح، هذا كان المقصود بخطأ دفاعي. عندما يكون هناك أخطاء دفاعية قاتلة، عدم التنسيق بين الحلقات الدفاعية، وهذا ما كان في المباراة. ثانيا الخروج لهجمة مرتدة سريعة، هذا لا يعني أن الدفاع هو المتهم في في في, في الهدف. يعني عندما يتم الخروج لهجمة مرتدة فإن الدفاع هو في وضعية هجومية، هذا ليس كان من بتيتي البرازيل في هذه المباراة بالذات كان فريق ممتاز، والدليل على ذلك
هناك تجديد لعقد المدرب أيضا. نعم، ربما راني ذكرت قضية الفرق من أمريكا الجنوبية. نعم. هناك هذه الفرق تتساءل في النواحي الأخيرة بالنسبة للتقنية الـ VAR بأنها لم تستخدم بشكل متساوي مع الفرق أمريكا الجنوبية، والمثال على ذلك في مباراة البرازيل وبلجيكا كانت ركلة جزاء واضحة على ما أعتقد على خيسوس ولم يلجأ الى الفار بشكل، ولكن يعني رنين بجمله باعتقادي مباراه بلجيكا ومباراه البرازيل هي افضل المباريات التي سجلت في تاريخ كاس العالم من قبل الفريقين. انا شخصيا منذ ان وعيت كره القدم لم اشاهد مثل هذه المباراه في الدقه في الامتياز في اللياقه البدنيه العاليه. رغم ذلك مباريات رائعه مع ريفالدو ورونالدينيو، ولكن ليس بهذه الحجم من فريقين كبيرين. رغم ذلك بقينا عاطفيون بعد الشيء بالأخص في هذا المونديال، خصوصا مع خروج أغلبية المنتخبات الكبرى والتي كانت مرشحة وبشدة لبلوغ الأدوار النهائية. بالنسبة للبرازيل كلمتين فقط. تفضل. يجب ألا ننسى أن بلجيكا موجودة في المرحلة نصف النهائية بفضل حارس مرماها كورتوا، أنقذ المرمى في الدقيقة 90، هذا حق يقال. المنتخب البلجيكي لعب بشكل ممتاز. بالنسبة لجنوب أمريكا وأمريكا اللاتينية، المنتخبات الأمريكية اللاتينية قدمت أداء جيدا في المونديال ولكن لم يرتقي للمستوى المطلوب، وتحدثنا عن التكتيك وعن اللعب الجماعي، واضح جدا كان في المنتخبات هذه أنها تعتمد أكثر على اللعب الانفرادي وليست منضبطة تكتيكيا كما في الخطط كما الأوروبيين. يعني نصف النهائي كأس العالم أوروبيا، أربعة منتخبات تأهلت إلى المربع الذهبي من القارة العجوز، بلجيكا وفرنسا، كرواتيا وإنجلترا التي عادت بعد 28 عاما على المربع الذهبي. وراهن عشاق الكرة على أن كرواتيا ستكون الحصان الأسود في نسخة روسيا. قبل صفرة الانطلاق أعددنا لكم هذا التقرير عن مباريات المرحلة القادمة. ما يميز دور النصف النهائي في كأس روسيا هذه المرة هو تألق منتخبات القارة العجوز، أربعة منتخبات أكدت وجودها في المربع الذهبي. المنتخب الفرنسي يعد أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب بعد أن وضع حدا لمنتخب الأوروغواي والأرجنتين من قارة أمريكا اللاتينية. سيواجه الديوك منتخب بلجيكا في مباراة مثيرة، يطمح الفرنسيون بالفوز والوصول إلى المباراة النهائية. المنتخب البلجيكي بجيل ذهبي تحول إلى واحد من أقوى المنتخبات في هذه البطولة، وقد استطاع عبور دور الثمانية بتحطيم أحلام البرازيليين ورفع سقف أحلام وتوقعات الجماهير البلجيكية. وبعد 28 عاما يعود المنتخب الإنجليزي إلى المربع الذهبي. منتخب الأسود الثلاثة يعود بصلابته وقوة رأسه. الحصان الأسود كرواتيا استطاع قهر أصحاب الأرض روسيا، فقد استطاع مودريتش ورفاقه من هزيمة روسيا بركلات الترجيح ليكملوا أضلاع المربع الذهبي ليلتقوا مع المنتخب الإنجليزي. قبل أن ننتقل إلى النصف النهائي لنتحدث قليلا عن الأوروغواي وفرنسا، هل غياب النجم الأوروغواي كاباني وحده يفسر هزيمة الأوروغواي أم أن منتخب فرنسا مجرد أقوى؟ أنا أعتقد بأن المنتخب الفرنسي هو منتخب أقوى، بالرغم من أن الأوروغواي كان ربما الدفاع الأقوى في هذا الكأس مع برفقة البرازيل. كافاني كان له تأثير سلبي على منتخب الأوروغواي، معلوم بالأساس صحيح. وجود كافاني في المباراة من ناحية تكتيكية قد يسحب مدافع هنا أو مدافع هناك، وبهذا يساعد سواريز لتسجيل الأهداف. لكن دعنا نكون واضحين، منتخب الأوروغواي لم يلتقي بفرق صعبة خلال الدوري الأول، قدم مباريات كانت تسمى بمباريات مملة بالنسبة، مباراة واحدة فاز بها بثلاثية لكن مباريات كانت مملة حتى ارتطم بفرنسا وسقط.
فرنسا فرنسا باعتقادي هي احد افضل المنتخبات الاوروبيه الموجوده حاليا بفضل التكتيك وايضا القدرات للاعبين. يعني احنا نتحدث عن منتخب هناك لاعب نعم لديه منتخبين ومنتخب اخر في البيت يعني بغياب عدد من اللاعبين الذين لم يستدعوا، ولكن هناك ايضا لاعبين لا نشاهده من يعني بالاهداف او التسجيل. على سبيل المثال تحدث فراس عن لاعب مثل كانتي، هو احد ابرز اللاعبين وباستطاعته اسكات كل لاعب في الحلقات الهجوميه باسلوبه لودو. منتخب فرنسا يذكرنا بمنتخب فرنسا عام 1998 وشبيه لعدد من اللاعبين، امبامبي شبيه لتيري هنري وكانتي وشبيه لميكاليلي، فريق ممتاز وعريق وباعتقادي. وحتى لو كان كافاني لحسن حظ من منتخب فرنسا انه لم يلعب، ولكن ايضا كان بامكان للمنتخب الفرنسي عبور هذه المباراه ايضا بسهوله. اعتقد ان الشد العضلي لكافاني أثر سلبا على المنتخب الأوروغواي، وبالأخص لأنه دائما كان مشكلة لأي دفاع يواجهه، كان شكل مشكلة يسحب مدافع من هنا ويراوغ من هنا وهناك، يفتح يخلق فجوات لدخول مهاجمين ولاعبي وسط من الجانب الآخر. ولكن بالنسبة لفرنسا أتفق مع ما قاله أدهم كثيرا، ولكن يجب أن نذكر ديدييه ديشامب بعد 20 عاما من فوزه باللقب في مونديال 98 ها هو يصل إلى نصف النهائي مجددا، هذه المرة كمدرب، في المرة السابقة أنهى المسار، ربما سينهي هذه المرة لا نعرف. نعم تفضل. بجملة واحدة أذهب أبعد من ذلك، بالنسبة لفرنسا لقاء فرنسا وبلجيكا وذكر قضية ربما هذه المباراة قد تجمع جيلين، جيل بلجيكي بني لكي يحصل على كأس العالم وجيل فرنسي بني أيضا لكي يحصل على كأس العالم. لننتقل يعني كما ذكرت فراس إلى النصف النهائي لنتحدث عن المباراة القادمة بلجيكا فرنسا. كما ذكرنا إذا ربما أكثر فريقان يرغبان كل الفرق أرادت الفوز بكأس العالم، لكن هنا كانت خطط وطنية كاملة أيضا في بلجيكا أيضا في فرنسا، وكما ذكر أدهم هناك ثلاث فرق داخل المنتخب الفرنسي، جيل كامل متكامل، وأيضا بلجيكا وحسب رأيي سوف تكون خسارة، من يخسر في هذه المباراة هو خاسر وأيضا الفريق الآخر ومن والمنتخب الذي سيربح يعني هل هذا يعني يؤكد له هنا البطولة يعني بين هؤلاء المنتخبين؟ أنا باعتقادي المنتخب أنا من الفائز بالكأس قد يخرج من هذه المباراة باعتقادي، يعني الجميع يتوقع أشياء وأشياء في هذا الكأس العالم ونشاهد مسارات أخرى وتوقعات أخرى، ولكن لنأخذ من الناحية التكتيكية هذه المباراة، باعتقادي المنتخبان شبيهان أيضا في طريقة اللعب، يعني نتحدث عن ثلاثية هجومية لدى المنتخب البلجيكي، شاهدنا يعني كما تحدث أحد المذيعين قال الدب البلجيكي عن يعني هو أسرع دب في العالم، نتحدث عن لوكاكو سرعته الفائقة وأيضا القوة البدنية لهذا اللاعب وبامتياز المغناطيس هازارد، يعني الكرة لا تفلت من هازارد، وأيضا دي بروين الذي يعطي تمريرات ممتازة، ولكن بالمقابل هناك أيضا ثلاثية رائعة في الخط الهجومي لدى المنتخب الفرنسي. امبامبي وأيضا غريزمان وحتى واللاعب الثالث جيرو، ولكن الأفضلية في هذه المباراة باعتقادي لمن يفوز ومن يخطئ أقل، في حال لم تكن هناك أخطاء فالفوز لأحد الفرق، لذلك هذه مباراة هي من الناحية الذهنية يجب التركيز بشكل جيد والاهتمام، باعتقادي المدرب ديشان يعرف ما هي نقاط ضعف المنتخب البلجيكي وما هي نقاط القوة والعكس تماما، ويعرف أيضا نقاط ضعفه وبالأخص بعدما فقد الآن جهود مدافعه أومتيتي، خسارة باعتقادي المنتخب البلجيكي اللاعب الظهير الأيسر للمنتخب البلجيكي هو خسارة بسبب إصابات لا يعرف ربما سيشارك في المباراة القادمة، حتى يقال ربما قد يشارك أومتيتي نعم. هنا على الأرجح أنه لن يشارك إصابة صعبة نعم. ولكن هناك فرصة أن يشارك نعم. وإذا شارك ربما كانت له مباراة سيئة مع فرنسا كمدافع تقريبا سجل هدف ذاتي، فقط للمعلومات يعني باعتقادي من الناحية التكتيكية إذا شاهدنا منتخب البرازيل يختلف عن منتخب فرنسا، منتخب البرازيل يعطي المساحات للمنتخب أعطى المساحات للمنتخب البلجيكي في تناقل الكرة وأيضا الخروج للهجمات المرتدة صحيح. وكان واضحا من الضغط النفسي للمنتخب البرازيلي الذي
يعني تسجيل هدفين مبكرين أعطى للمنتخب البرازيلي الخروج مبكرا وأيضا الهجوم، ولكن لو سارت المباراة باتجاه آخر لما كان الوضع، يعني شاهدنا لوكاكو استلم الكرة من وسط الملعب ودخل المدافع الأول والثاني والثالث، لو كان هناك كاسيميرو كان الوضعية تختلف، ولكن هذه الأهداف لا يمكن أن نشاهدها ضد المنتخب الفرنسي. يعني المنتخب الفرنسي هو منتخب عنيد في وسط الميدان وأيضا في الخلفية. ملاحظة أخيرة بالنسبة لهذه المباراة، هناك عناوين صحف كثيرة وهناك من لم يفهم العنوان بأن الجسد في بلجيكا والقلب في فرنسا، والحديث هنا عن تيري هنري مساعد مدرب الفريق البلجيكي وهو مهاجم فرنسا الأسطوري كما يقال. في نهاية المطاف يجب سؤال تيري هنري من سوف يشجع في هذه المباراة وهو على دكة فرنسا وبلجيكا، إلى جانب مدرب بلجيكا وهو فرنسي الأصل، وكان من أكثر النجوم من أكبر النجوم في فرنسا. باعتقادي تيري هنري طبعا هو الدور الذي جلب الكبرياء وأيضا الألقاب للمنتخب الفرنسي، ولكن النقطة الأساسية إذا لاحظنا تيري هنري ماذا يفعل في المنتخب البلجيكي، وهذه هي القصة الأساسية. منتخب بلجيكا قبل 20 عام لم يكن هناك منتخبا، اليوم نشاهد كيف مارتينيز وأيضا العديد من المساعدين في كل حلقة هناك مساعد بنوا منتخبا، وعندما نشاهد منتخب بلجيكا يتفوق على بطل أمريكا اللاتينية فهذا يعني الكثير في كيفية بناء منتخب شاب يتفوق اليوم على المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي نقول هذا ربما يجيب قليلا على السؤال الذي طرحته سابقا، لماذا المنتخبات الأوروبية أفضل من الأمريكية؟ المنشآت والخطط التدريبية من الصغر، وثقافة الرياضة منذ جيل صغير جدا، والمنشآت الجيدة ومستوى أرفع المستويات أرفع المدربين لجيل شاب تبني في المستقبل. وربما نقطة أخرى لصالح بلجيكا بأن هذا الجيل سوف يكون ذات الجيل الذي سيتنافس في كأس العالم القادم مع تجربة كأس عالم واضح. يعني نحن نشاهد الأجيال، أجيال صغيرة، هازارد ودي بروين وأيضا لوكاكو صغير السن، مع نجوم آخرين من بلجيكا. يصح قول الأمر ذاته أيضا على فرنسا وأيضا على منتخب إنجلترا الحالي وأيضا على منتخب كرواتيا. ذكرت المنتخب الإنجليزي، يعني المنتخب الإنجليزي يشعر هذه المرة أنه قادر على تحقيق اللقب، رغم يعني أعتقد أن المنتخب يعني لم يكن النجم في هذا المونديال. يعني هاري كين هداف المونديال 6 أهداف لكن لم يقدم منتخب يعني كمنتخب مقارنة في باقي المنتخبات الشيء، ولكن أيضا يجب أن نتحدث عن القرعة. القرعة وضعت المنتخب الإنجليزي في مسار مريح نوعا بعض الشيء، خصوصا أنه احتل المرتبة الثانية في المجموعة بعد بلجيكا، ولذلك اختار المسار الأسهل قليلا من ناحية مواجهة المنتخبات. واجه السويد، يعني لم يكن أداؤه ربما لو واجه الأرجنتين أو واجه البرازيل أن يكون سهلا بذات يعتبر المنتخب الإنجليزي ربما اللغز في كأس العالم، لأنه بالفعل لم يواجه فريق صعب يعني حتى الآن. يعني ينجح لكنه لا يتفوق، يعني لا نرى منتخب يلعب بامتياز. يعني إذا تركنا العواطف جانبا نظرا إلى بريطانيا وإنجلترا كدولة عظمى، هو منتخب متواضع ومثله كمثل أي منتخب، ولكن إذا يعني استرجعنا الحديث قبل بداية كأس العالم تحدثنا أيضا عن ساوثجيت المدرب الإنجليزي، هو النجم المونديال ويلعب بطريقة تشيلسي، 3 مدافعين ظهيرين يخرج، ولكن الجميع يتحدث عن هذا المنتخب وكأنه يلعب مثل كرة السلة الأمريكية، يرتكز على فريق على لاعب رأس حربة والذي يلتقط هو لاعب ارتكاز. هو منتخب الرأسيات. ماذا يعني الرأسيات؟ سجل 5 أهداف من 9 أهداف بالرأس، وبرأيي ضد المنتخب الكرواتي هذا الشيء صعب جدا. صعب المنتخب كرواتي، هناك لاعبين ليس المنتخب الياباني طبعا هو طوال القامة مستصعب لهذا السبب، وبالإضافة إلى ذلك الإمكانيات لدى المنتخب الكرواتي في وسط الميدان، نتحدث عن كروس ومودريتش وأيضا راكيتيتش وأيضا العديد من المهاجمين مانزوكيتش. المنتخب يتفوق على الأقل في جميع الحلقات، وباعتقادي المنتخب الإنجليزي وصوله إلى هذه المرحلة هو إنجاز، وأنا شخصيا لأول مرة أقول المنتخب الكرواتي هو من سيكون
في المرحلة النهائية. نعم. يعني المنتخب الإنجليزي سيواجه المنتخب الكرواتي. أنا أعتقد بأن ربما سوف تكون المباراة الأصعب بالنسبة لإنجلترا مع كرواتيا، ويقال بأن لكرواتيا أفضلية على المنتخب الإنجليزي من ليس فقط من الناحية اللياقة البدنية، خشونة اللعب. المنتخب الكرواتي منذ البداية ورأينا ذلك مع الأرجنتين ومنتخبات أخرى، وبالنسبة إذا كانت نجوم أو عدم وجود نجوم، المنتخب الكرواتي في كل موضع في الملعب هناك لديه لاعبين بدرجة ممتازة جدا. على سبيل المثال هناك لاعب في كرواتيا ريبيتش، أنت لا تستطيع كما يقال في كرة القدم، أنت لا تستطيع أن تركض إلى جانب ريبيتش بسبب اللياقة البدنية والقوة الجسدية لهذا اللاعب. لذلك على المنتخب الإنجليزي، على سبيل المثال المنتخب الإنجليزي يجري تدريب كامل لمدة ساعة أو ساعة ونصف فقط تدريب على الركنيات. لذلك نرى حينما انتبه لذلك أي ركنية للمنتخب الإنجليزي، أنت ترى هاري كين داخل قريب من الحارس المرمى وإلى جانبه ثلاثة أربعة لاعبين من المنتخب الإنجليزي. يقولون أن ساوثجيت المدرب المنتخب الإنجليزي يعشق كرة السلة الNBA ومراقب، يعني إذا لاحظت طريقة اللعب هي مشابهة للNBA، هناك لاعب ارتكاز طويل تصل إليه من الأطراف الكرة، ولذلك يستغلون الرأسيات في تسجيل الأهداف. هذه الطريقة شبيهة لاعب تذكر في رأس ألمانيا في عام 1996 عندما فازت في اليورو 1996، يعني سجلت معظم أهدافها بالرأس، وهذا ما يشبه المنتخب الإنجليزي، ويتمركز في الوراء ويخرج إلى هجمات ونشاهد. لذلك باعتقادي المباراة هذه يعني هي تكتيكية بامتياز للفريق. ربما قد تكون أفضلية بالنسبة للمنتخب الإنجليزي هو الدوري الإنجليزي. هذه المرة الدوري الإنجليزي كان من أقوى الدوريات، وهناك لياقة بدنية رائعة للاعبي المنتخب الإنجليزي. وداخل المنتخب هناك مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، ولاعب واحد لليفربول. وهذا جيد جدا. لذلك هذه اللياقة البدنية أيضا في المنتخب الكرواتي. الكرواتي ليس فقط لياقة بدنية، خشونة في اللعب، وذلك سوف يكون صعب على المنتخب الإنجليزي بالرغم من وجود هاري كين وأيضا لاعبين آخرين، لكن هناك راكيتيتش وهناك كوفاتشيتش. يمكن قوله عن السويد. السويد من ناحية لياقة بدنية ليس أقل من كرواتيا، وشاهدنا أنهم خشونة. هناك فرق بين السويد، لديه لياقة بدنية رائعة لكن خشونة في اللعب. الفريق الكرواتي هو أكثر خشونة والأكثر منتخب حظيا بالبطاقات الصفراوات أيضا في هذا المونديال. دعني أكمل لحظة. وأيضا يعني النجم أعتقد المنتخب الكرواتي هو أيضا حارس المرمى الكرواتي. كل المنتخب الكرواتي أعتقد، ولذلك هناك فرق أوروبية الآن تفاوض المنتخب الكرواتي أو اللاعبين أو الأندية التي يتبع إليها اللاعبين. كل منتخب كرواتي الآن هناك فريق أوروبي وبمستوى عالي يرغب بهؤلاء اللاعبين. وهذه هي المشكلة أيضا، هذه المشكلة يعاني منها المنتخبات الصغيرة. يعني صحيح، وكان هناك منتخب مشابه لمنتخب الكرواتي والمنتخب الصربي أيضا الذي تميز بالخشونة وكان نت صعب لبعض الفرق. وأيضا المنتخب الصربي غالبية لاعبين المنتخب السربي سوف نشاهدها في فرق أوروبية جيدة. يشكل هذا نقطة ضعف للمنتخب الكرواتي أمام إنجلترا، بالأخص أن اللاعبين سيكونوا منشغلين بالمرحلة المقبلة بعد المونديال. أين سنتوجه بعد المونديال؟ أي فريق؟ مفاوضات مع هذا الفريق ومع ذاك الفريق؟ وربما هذا سيؤثر على نفسيتهم في اللعب وعلى جهوزيتهم لمواجهة إنجلترا، خصوصا أن بعض منهم ربما سيصبحون زملاء لهم في المرحلة المقبلة. يعني رنين المنتخب الكرواتي بداية، يعني هناك محرك اليوم في المنتخبات أو كرة القدم اليوم تطورت بحيث أنها ترتكز أكثر على وسط الميدان، يعني هو المحرك. منتخب كرواتيا ما يميزه الآن في هذه المرحلة بالذات هو وجود خط وسط قوي محرك. الدينامو في هذا الفريق هو لاعب مثل مودريتش وهو قائد للفريق. من شاهد مودريتش في الدقيقة 90 كان يركض وكان المباراة الآن بدأت، هذا يميز. بالإضافة إلى ذلك اليوم الكرة القدم العالمية تتمركز في وسط ميدان قوي وأيضا في جوانب، وإذا كان هناك مهاجم قناص، إذا شاهدنا المنتخب الكرواتي في أي هجمة تصل في أي هجمة ينتصر المنتخب الكرواتي هناك هدف، إمكانيات التسجيل، استغلال الفرص، خطورة لهدف جدا ممتاز. لذلك باعتقادي لا ينقصهم أي شيء من هذه المرحلة، إن كان ميغوير وديلي آلي أو ساوثجيت أو نعم، ولكن
ولكن يعني طريقة اللعب عند المنتخب الإنجليزي معروفة، هي ليست هناك طريقة لعب منظمة أو ترتكز أكثر على الكرات العالية. هم عشوائيين يعني. بالإذن للحديث تفضل خلينا. ربما إذا ذهبنا إلى السوابق في السنوات الأخيرة في كرة القدم هناك تحقيق لك ما يسمى تاريخي، فوز ريال مدريد بالثلاثية في دوري أبطال أوروبا، وإذا ذهبنا إلى التاريخ ربما إنجلترا قد تقوم بهذا الأمر. تذكير بالتاريخ، إنجلترا في عام 66 فازت بالكأس. اليوم العناوين الصحف في الأسبوع الأخير تقول ربما سننجح هذه المرة. جملة أخيرة، سر النجاح أخيرة هو الهدوء في وسط الملعب، ليس فقط مودريتش، إلى جانبه راكيتيتش أهدأ لاعب موجود في كرة القدم. طيب يعني للأسف الوقت داهمنا، قبل أن ننهي ما هي ومن هم مفاتيح الفوز في المباراة من جميع الفرق وما هي توقعات في النهاية؟ إنجلترا كرواتيا، إنجلترا وإيلي ديلي وهاري كين، هذا رأيي. رأيك مقبول، تفضل. أنا أعتقد بأن سوف أذهب مع الفرق الكبيرة في نهاية المطاف، إنجلترا وفرنسا. أنا باعتقادي المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي سيرجعون إلى ضربات الجزاء وهناك سيحسم الأمر، وباعتقادي أن المنتخب الكرواتي في النهاية. طيب وأنا برأيي في المباراة النهائية سنرى المنتخب الإنجليزي ومنتخب فرنسا. أدهم حبيب الله، فراس حامد، شاهين نصار، شكرا لكما أعزائي المشاهدين. بهذا نصل لختام التغطية الخاصة حول كأس العالم روسيا 2018. إلى اللقاء.